تلاميذ سنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية الإسلامية، النموذج الثالث، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أجب بص أمام الإجابة الصحيحة وخ أمام الإجابة الخاطئة. إذا الإجابة الصحيحة أكتب ص، إجابة الخاطئة أكتب خ. واحدا، تقوم قريش بثلاث رحلات. واحد، اثنان، ثلاثة. ثلاثة رحلات، أحسنتم، خطأ. تقوم قريش برحلتين، واحدة في الشتاء وواحدة في الصيف، وليس ثلاثة. تمارس قريش التجارة، أحسنتم، صحيح. قريش تقوم برحلتين تجاريتين كبيرتين، تجاريتين، إذن تمارس التجارة. ثالثا، أحفظ الأمانة وأردها إلى أهلها، أحافظ على الأمانة وأرجعها إلى أهلها أو أصحابها، أحسنتم، صحيح. أطلب العلم باللعب طول الوقت، إذن العب طول الوقت، خطأ. طلب العلم يكون بمراجعة الدروس والمطالعة، واللعب قليل، وليس اللعب طوال الوقت، طول الوقت خطأ. أنا تلميذ مسلم، أعبد الله وحده لا شريك له، أحسنتم، صحيح. إذا نراجع، تقوم قريش برحلتين، اثنان وليس ثلاثة، ثلاثة خطأ. تمارس قريش التجارة، صحيح. أحفظ الأمانة وأردها إلى أهلها، كاملة، صحيح. أطلب العلم باللعب طوال الوقت أو طول الوقت، خطأ، ليس طول الوقت. أنا تلميذ مسلم، أعبد الله وحده لا شريك له، صحيح. التمرين الثاني، أذكر أركان الإيمان. الإيمان لديه أركان، إذا نكتبها، هي أربعة، نكتب الركن الأول والركن الثاني الثالث الرابع. نحن نعلم أن أنا تلميذ مسلم، أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إذا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إذا أؤمن بأربعة. نكتب الأول، أؤمن بالله، إذا نكتب الإيمان بالله، الإيمان بالله، الركن الأول هو الإيمان بالله، أؤمن بالله وملائكته، إذا الإيمان، أحسنتم، بالملائكة. الإيمان بالملائكة، أؤمن بالله وملائكته وكتبه، إذا الإيمان بالكتب. أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إذن الإيمان بالرسل. نواشر، أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، أربعة أركان، أركان الإيمان. نواصل. التمرين الثالث، اربط، مطلوب هو الربط. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، من كان يؤمن بالله أدي الأمانة، طلب العلم فريدة، جهة مقابلة، إلى من ائتمنك حتى يكتب عند الله صديقا على كل مسلم، واليوم الآخر فليصل رحمه. إذا نقوم بالضبط، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، أحسنتم، حتى يكتب عند الله صديقا. نضبط، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثانيا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ربط، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. أدي الأمانة، أحسنتم، إلى من ائتمنك،
صحيحا، طلب العلم فريضة، جيد، على كل مسلم. إذا نراجع، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، أدي الأمانة إلى من ائتمنك. طلب العلم فريضة على كل مسلم. التمرين الأخير والرابع، رتب الكلمات للحصول على الدعاء. إذا لدينا دعاء متكون من كلمات، كلمات مبعثرة، نرتبها حتى نحصل على الدعاء. الكلمات هي بما علمتني، اللهم ما ينفعني، وزدني وعلمني علما انفعني. في قراءتها بما علمتني، اللهم ما ينفعني، وزدني وعلمني علما انفعني. الكلمة الأولى أحسنتم، اللهم ثم أحسنتم انفعني بما علمتني، انفعني بما علمتني، واصل، اللهم انفعني بما علمتني، جيد، وعلمني ما ينفعني، وعلمني ما ينفعني. واصل، اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، جيد، وزدني علما، وزدني علما. هذه الدعاء، إذا أتممنا الدعاء، نعيد قراءة الدعاء، اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.